أنت تتحدث أحمد نشير فقط إلى أننا نبث هذه الصور التي وصلت التلفزيون العربي قبل قليل والتي تظهر سيارات الإسعاف وهي تحاول نقل المصابين كما يبدو من جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي طاول مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة. إذن من الواضح أن هنالك محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الجرحى من جراء هذه الغارة الإسرائيلية في حي الدرج بمدينة غزة. ونستمع أيضا لأصوات سيارات الإسعاف وهي تحاول نقل هؤلاء المصابين وربما أيضا الشهداء.